دونك رجعنا بالفاصل ورجعنا بحذا سوسن مع نجم ممثلة تونسي اليوم باش تحكي لنا على جديدها وعلى دورها في 460. مرحبا بك سوسن. مرحبا بك. شنو احوالك؟ الحمد لله سبا. انا قلت من بك اللي انت حاله من الحالات نتاع الممثلين عندك هبله هكايا بالحق نحسوك كيوفيه سوسن معناتها اي حاجه تحب تخدمها بمحبه بغرام سينو ما نخدمهاش. سي فغي عندي يمكن ساعات يولي عيب هو هذاك شويه معناتها ماهيش حاجه اللي نحب الحاجه نحب حتى كنت نقرا في الليسي قبل الماده اللي نحبها هي اللي نخدم عليها وننجح فيها معناتها نجيب فيها عدد باهي. ما تحبهاش ماهيش موجوده في الامبلوا. وماتير ما نحبهاش ساعات زاد معلم ما نحبوش ساعات معناتها نحب الماتير على خاطر المعلم نحبه ولا العكس معناتها صحيح زاد. سي فغي سي فغي جي سو كوتي باسيوني نحب عندي الحكايه هذيك لازمني نتغرم لازمني نعشق في الحاجه باش ما يقلقش معناها لهنا مع تعاملاتك مع منتجين مخرجين ممثلين زملائك. والله شو يقلق شويه يقلق بيان سور يقلق علاش على خاطر انت باش معناتها باش تصغر على روحك شويه لو شون داكسيون على خاطر ماكش باش تولي تلوج في الحاجه اللي باش تخدم وكها ولا باش تعمل دور وكها ولا باش تكون عندك مشاركه ولا باش تظهر في رمضان ولا باش تخلص ولا معناتها تولي ما تقبل كان الحاجه اللي فريمون قلبك يدق عليها هكا وتركب لك في مخك وتحسها اللي فوالا تحس فما حاجه جديده فما ديفي فما تشالنج فما فما ايكيب فما عبد باش يخرج منك حاجه جديده اي فما حب فما غرام خدمتنا غرام وحب وبرشا صحبه وبرشا ما نعرفش معناتها ما يتعملش الفن معناتها مش خدمه بتاع اداره معناتها هكا قداش نفرح مثلا تشوفك انت لطفي العبد اللي نجيب القاضي وانا نفكر معناها قبل شو كيفاش كانوا يعملوا في العباد اي معناها محليها اي سي فغي هذول الجيل كامل احنا معناتها مش كان انا كهو الجيل كامل فرضنا انه معناتها الفنان ولا الممثل ولا المخرج والمبدع بصفه عامه معناتها من حقه باش يعمل حاجه اللي لازمه هو يكون يبدع بها لازمه هو يكون شيخ بها مامن بها يحب يدافع عليها هذيك هذول القاطره اللي تخلي الحاجه تخلط مع بعضكم سوسن معناتها المجموعه هذيك قعدتوا ديما تخدموا مع بعضكم ولبعضكم خلينا نقول انا اي سي فغي نخدموا لبعض مع بعضنا ولبعضنا ونخدموا في بعضنا صحيح تسا بالضبط نمشي ونشكروا بعضنا اي وي اللي هو سي تخو غار معناتها في العاده تقديم فما هو ما كناش برشا راهو خاطر توا كي تحطنا في الزخم الموجود الكل هو احنا كنا ذاكم الهوما راهو الموجود معناتها الجيل هذاك هو نعم. معناتها مش اللي اثر ديجا في غيره ما كانتش فما يمكن ما كانتش وقتها فما الساتيليت وما كانش فما لي ريزو سوسيو ما كانش فما ما كانتش اكسيسيبل معناتها باش تمثل ولا باش تعمل برنامج في التلفزه معناتها يلزمك يا تحصل على شهاده وتستنى حتى يهبطوا في الجريده كونكور معناتها كانت معقده الحكايه دونك كناش برشا ديجا كنا شويه وكنا كلنا حسب تقريب فرد عقليه فرد جيل اولاد وقتنا معناها نحبوا فرد جو تحس فرد جو عندنا موقف عندنا حاجات نحبوا نوريهم عندنا ثايرين زاد على الوضع اسي شويه معناتها اللي لقيناه ولا اللي بذلنا احنا فيه دو توت فاسون دونك قعد بدينا دونك ما كناش برشا توا كيف كثروا جاي الانستغرام ولاو معناتها براتيكمون ما عادش نقول ممثل نقول ممثل عرض ازياء ممثله حاجه اخرى ممثل دونك توا سي فغي كي تغزر توا هكا تقول اش بيهم هذوما العصابه هذه مع بعض ديما ما وقتها كانت الدنيا قفاره ما كانش فما هالكميه هذيا والزخم هذايا من الممثلين احنا باش نكملوا نحكيو مع سوسن وعلى سوسن والادوار نتاع سوسن السنه وقت هو في رمضان وما نمشيو هذول المدينه حاجه كيا منيا باش تتحفنا بها اليوم نصورك اول مره تسمع بها الحكايه باهي در توا باش تقتلني ابارامون علاش؟ باهي هكا عملت هكا عملت هزت الفيتو لا نتاع متحلفه فيها قلت لك باش تقول لك فاطمه تقولوا لي در قبل لا ميساج ونسيب من بعد اوكي ميساج اقتلني من بعد باهي المره هذه باش نحكيو على سلطنه موجودة في العالم موجودة في القارة الآسيوية في جنوب شرق آسيا بالتحديد اللي هي سلطنة بروناي بروناي اي بروناي كاين اسم دواء صعب بروناي هذه بلاد موجوده بحذا اندونيسيا وماليزيا وبلاد مسلمه وغنيه على الاخر الفيزا فيها صعيبه ولا لا؟ الفيزا بديت نتنتس انا بديت نسال مش عربيه مش عربيه لا ماهيش عربيه اما مسلمه ازدهروا
به باش يوريك اللي علاش مش معروفه خاطر فيها كان 450 الف مواطن اكهاو باش يوليو 450 الف واحد باش نمشي بعدهم وثلاثه يظهر لي والله امشوا انتم قبل ما تتعدى اغنيه قد كاسمه اسمه شحال عنده مسمى به الدوله هذه اقل يعني دخل عندهم بالملايين بالنسبه للمواطنين السلطان نتاعها هو حسن البلقيه سيلباتير عنده فيسبوك ايه يسمح لك كامل من بعد نتواصل معه ونقول لك حسن البلقيه يطبق الشريعه الاسلاميه وخاصه في شهر رمضان الصحة. في شهر رمضان في الليزوتيل الايمان صحيح الوجد يزيد يدي هكا بالضبط السلطان هذا رغم انه غني على الاخر اما في يعني بعد شقان الفطر والكل يهز روحه هو والوزراء نتاعو ويمشيو للجوامع يقعدوا مع الناس ويسمعوا الابتهالات والروحانيات ويحكيوا مع العباد ويقعدوا معاهم ليله كامله 4500 هذول صحيح العربية. عائله واحده معنا عائله في بعضهم ويسمعوا الابتهالات والاحاديث ويمشيوا يحكيوا مع الناس ويعرفوا مشاكلهم ما نصورش عندهم مشاكل خاطر كلهم غنيين ما شاء الله تحكي قدام مش فدين من الوضع المحلي من بعد كيف يقرب وقت السحور ايش يعملوا يا فاطمه حسب رايك انت ايش تتوقع ايش يعمل شو ياخذ كرواسون لا لا يهز روحه كالعادة هو والوزراء متاعو ومشيوا حضروا سحور متاع المواطنين متاعو عائلة مع بعضهم على شغل تاع بعض من بعد نشوفوا نحن قهوة ونسى تحصل معه وبعد يرجعوا يتلموا على الساعة المسلسل عائلة واحدة ليه ليه أنت ركز اللي هو اللي حضر السحور نتاع المواطنين نتاعو رغم اللي هو غني برشا معناها أنا من بكري نقول غني برشا الثروة نتاعو تقدر ب 20 مليار دولار باهي 20 مليار دولار أييه كنا نستدعاهم من الحمامات هذا والسوسه في السيتي اللي صيفوا حذانا اي نستدعاوهم عندهم بما انه حكينا عليه وعملنا لبس عليهم ما فينا يتبع فينا لانه يغزينا كاز وزير السياحه يسمع فينا ديجا علاش لا يكونش علاقات هكا مع لا ومسلمين مزدهرين اقتصاديا وفرحانين ببعضهم انا ماهمش خاطر العلاقه يندموا عليها من بعد تجربه رائده هذا يجيبوهم واحنا اقرب جيبوهم يتعلموا منهم هيك علاش انا نحكي عليه مش في بالك هكاك لبرتا راهي ياخذوا السفور فرم كانوا احنا ناخذ لهم فلوس الماكلة المشهورة في رمضان في بروناي هي يا إما روز والحم يا إما روز وحوت لازم يأكلوا الحمات لوجيك صحيت الحم وإلى الحوت الحوت متواجد برشا معناها عندهم غادي في بروناي زادة في عوض المدفع عنا نحن وإلا في أي بلاد أخرى هما عندهم طبول كبيرة برشا طبول آسيا بالضبط صحيت طبول ياسر كبيرة وفما حاجة كيما الشماريخ في المغرب الأضواء كيما كيك الألعاب نبعث لهم ولاد حومتنا باهي سبع صغار يعملوا الفوشيكا يطلقوها هذاك في المغرب باهي في بروناي موجودة بمجموعة رهيبة جدا من المساجد المزيانة على الأخر مزيانة كي نقول مزيانة معناها متاع بلاد الأغنية ومسلمة واللي هي بالمساجد متاعها مريقلة معناها من بين المساجد شوفوا في التصاور ديجا المساجد نتاعهم مزيانين برشا هما اصلا البلاد نتاعهم كلها مزيانه على الاخر نظيفه سورتو نشوف التصاور ياسر نظيفه البلاد صحيت من بين المساجد هذه اللي موجوده هو المسجد الذهبي اللي القبه نتاعو ذهبيه فما زاد القصر البيدو نتاع السلطان نتاعهم موجود فيه شو نقول لك يا دره موجود فيه مسجد يتسع الالاف المواطنين موجود فيه حمامات بالالاف هذايا القصر نتاعو كهو صحيت موجود فيه غرف كيف كيف بالالاف هما 450 الف كعبتين وكعب يوم هما اليوم هما كيفاش احنا كان حابين نمشيو شو ياخذوا فرد بلاصه يمشيو بحالهم ماهيش هي بلاد سياحيه مو سياحيه هي المفروض انها بلاد سياحيه هاك تراك في الصور ياسر مزيانه على الاخر صحيت اما مش معروفه تحسها مش معروفه برشا كيما اندونيسيا وماليزيا اللي هما بجنبها بعدوا عليها العينين هذا هي بالنسبة لحكايتنا على بروناي بالنسبة لليوم يعطيك الصحة دونك احنا يظل يقيد نمشي نعملوا غش يخش على بروناي وعلى السلطان متاحة ونخليكم مع تشانشينا وميم الوسلاتي ونرجعوا مرحبا بكم الناس الكل
كالعادة أنا بتشنشينا وتشنشين تي في سفاكس لاند، واللي طلع معايا تشنشينا باش يربح معايا بغسلة إليميتي. وتشنشينة اليوم تقول على طير طاير في الأخضر، ظهره فضة وقلبه نار، زعما شنو؟ فضة قلبه نار. خضرة خضرة لا ظهره فضة قلبه نار. طير نوع من الطيور معناتها حمامة. لا زيد حاول مسي. طير قلبه فضة ببغاء. لا ما هوش. لا عرفتش. لا لا حاجة طيرة. حاجة تطير في الهواء. رصاصة. برافو مبروك عليك، ربحت معايا بغسلة إليميتي تنجم تلعب بها لهنا في سفاكس لاند. مبروك عليك. دونك كما كنتوا تشوفوا هذه تشنشينا امضاء وميمل وسلاتي طه عبد الهادي اللي مشاو لسفاكس لاند. انتم زاد مشاو لسفاكس لاند باش تجاوبوا على تشنشينا وتربحوا برشا كادوات. اما تويكا نرجعوا نحكيو مع فلته من فلتات التمثيل التونسي دي معقوله اللي هي سوسن ام عالج، ودورك السنه سوسن في القضيه 460. الدور غريب شويه على سوسن الحقيقه نتاع ربي، معناها المراه اللي استوعب في السبمه غير ما ترجع اللي هو صعيب. صعيب برشا. كيفاش تحملت؟ والله كيفاش تحملت يحرز شخصيه، معناتها ساعات تجيك شخصيه نجيب، ساعات تجيك شخصيه نقولوا احنا بلغه الصنع معناتها سافا عندنا في المكتوب، تبدا تحسها في المكتوب خاطر تشبه لك ولا خاطر عندك عندك تحس روحك تعرف نجم تقدها. فما شخصيات اللي بعاد عليك، شخصيات مركبه تلقاها، ساعات فما تعقيد في الجانب البسيكولوجي وساعات فما تعقيد في الحكايه كلها نتاع، وهذا يمكن الشخصيه ريم جنيفان معناتها انا جاتني معقده مع من ناحيتين، معناتها من ناحيه الشكل تبدلت كومبليتمون اول مره معناتها يعملوا لي ترانسفورماسيون توتال. ما استنسش بيا معناتها الجمهور نعمل تو انا تبدلت عليا بوكليت هكا وكل شعر دوك. فما شانجمون فيزيك هذاك انا ديجا معناتها حبيت لي باش حسيتها حاجه جديده عليا، باش كي شفت روحي في المرايه في الجو بالنسبه للعب، تعرف كي تلعب راهو بالنسبه للعينين المارون العينين الغامقين والعينين العينين الفاتحين ما يعطيوش نفس ليموسيون، ما يعطيوش نفس نفس الاحساس. دونك خفت منها شويه الحكايه هذيك، قعدت خدمت معناتها وحدي. وفما الجانب اللي تحكي عليه انت اللي هي معناتها امراه سوميز منقاده هكا مغلوبه على امرها وليا غلبانه يقولوا نحن. اليوم مش من عاداتك تختار ادوار هكا. هو يفو دير كو حبيت التجربه ايه. ولا الشخصيه؟ والله حبيت التجربه، حبيت العمل. صحيح. انا معناتها نحب كي تعجبني تجربه نقول ولا حتى كي نراها نقول ما صعب جيت فيها شاركت فيها بارتي من ليكيب ما يقلقنيش معناتها معاهم في البطوله ولا معاهم في دور صغير، معناتها العمل هو اللي يستهويني، هو الحاجه اللي تخلي لي هكا قلبي ياكلني نقول نولي نحب محلاها الخدمه محلاها الشخصيه هذه مش باش تتطور زعما. والله ما نعرفش مازلنا اذا كان فما جزء ثاني ساعه والا لا احنا مازلنا احنا ما فيش والمسلسل مازال ما فيش خاطر دونك مازال باش تطور هي الشخصيه وبعد ما نعرفش اذا كان فما جزء ثاني ولا جزء ولا جزء اول ويمكن زاد خاطر فما العباد ولا ليكيب اللي باش تخدم معاها لي بارتنير، يمكن كان نجي ممثل اخر يمكن كنت نعيش تجربه معناتها بصعوبه اكثر لو ما كانش نجيب بالقاضي، خاطر نجيب نعرفه يعرفني ونعرفوا بعضنا في الدنيا وفي الخدمه معناها نعرف كيفاش ناخذوا بعضنا. يمكن زاده مجدي سميري وحبيت نبدل زاده خاطر العوام الاخرى ولاو شويه حتى العباد وليت تسمعها في الجمهور وليت تسمعها انت هما يعيطوا لك وانت ما تحبش الوغ كو نو سي با فغي معناتها ما اللي يعيطوا لي ظاهرين ان هما اللي يعيطوا لي ولا ما يعيطوليش معناتها على الخدمه عمري ما خدمت معاهم معناتها ظاهرين شكون نحكي على اللي يخدموا في الدراما معناتها بصفه عامه صناع الدراما في الثلاثه ولا اربع قنوات اللي عندنا اللي يخدموا في الدراما دونك المخرجين كيف كيف معناتها نخدم وقت اللي نلقى خدمه وقت اللي نلقى خدمه في المستوى وقت اللي تبارك الله معناها سانسيغمون سوسن تحس انه المسلسلات اللي قاعده تبث فيهم القنوات التونسيه كل محترمه
دونك انت شنو رايك هنا كممثله؟ بيان سور مش نكونوا على نفس الراي. انا والله جو سوي تري فيغ، معناتها فرحانه برشا على خاطر اللي شفناه السنه هذولي مشرف جدا بالنسبه للخاطر. ديما نقولوا ليه والتوانسه نستحقوا خير من هكاكا، وعندنا طاقات وعندنا تقنين وعندنا ممثلين وعندنا قصص وعندنا ما نحكي وعندنا تاريخ. السنه هذولي اللي كنا نستناو فيه الكل وريناه صحيح تحقق. انا كاني نحلم معناتها اساسا من ثاني نهار رمضان ثالث نهار هكا هاو معناتها نهبط ستاتيو ونبدا نقول معناتها عليها هكا في بالي بيك تبع فيك. دونك سنة حرت اول ما كتبت شيء خاطر عرفتك اللي جاتك الصدمه الايجابيه كل يا هذيك معناتها عندي لومباغا دو شوا وليت معناتها اليوم كي باش نحل يوتيوب باش عندي برشا دروس معناتها لازمني نراجعها سكي مانيفيك. الكاليتي زاده النوعيه خاطر مش الفايده في الكثره النوعيه جديده، والنوعيه الجديده هذه ما جابوهاش ما جاتش من العدم معناتها جابها جيل جديد صحيح. كيف معناتها كي ناخذ عبد الحميد بوشناق محمد علي ميهوب لسعد وسليتي لسعد وسليتي زاده بالمايسترو اللي هو عمل مشرف جدا للقناه الوطنيه معناها ومديح تعودنا عليه عاد مديح نعرفوه عاد من بكري اللي هو يعمل كل حاجه مديح مهفدي ديجا عاد من عرس الهواء عاد ورا ومراد بالشيخ قبل معناتها يمكن زاد هو مديح ومراد بالشيخ هما اللي مهدوا لاولاد السينما باش يدخلوا باش يكتسحوا التلفزه نقول انا وفرحت برشا دايوغ نبارك لهم ونهنيهم الكل وان شاء الله يا ربي يشدوا فك الانرجي هذيك اللي خلقت النجاح الاولاني خاطر احنا يعلم ربي باش نخلطوا نخرجوا عمل ناجح صحيح. وللاسف النجاح يغلط والنجاح يعمل مشاكل ويدخل النميمه والفلوس تبدل. ان شاء الله يا ربي كل الانرجي اللي ريناها في النوبه متهني عليهم خاطر سي بريسك ان كوليكتيف دارتيست و سي اون اكسبيريونس بيلوت معناتها اشخاص لو كانت تتعدد التجارب نتاع النوبه معناتها فرد ايكيب سي ان كوليكتيف دارتيست مع بعضهم كي تراهم مع بعضهم يخدموا ما تعرفش شكون مخرج وشكون كاتب وشكون ممثل. بذكروني برواحنا كنا في شمس عليك قبل صحيح. مع نجيب وموسيك دونك سي سيت ديناميك لا هي اللي تعطي الحاجه الباهيه بخلاف لي مويان واهم حاجه اهم لي مويان واهم الامكانيات واهم ان شاء الله كلهم يخلصوا الفايده. القضيه 460 سنه خذيت ما خاطر ديما بمسلسل فاطمه نعم الحق خاطر سامحني خاطر ديما بعد ما تفرجوا في المسلسلات نسمع ديما هما مشاو لك القناه الفلانيه يحبوا يخلصوا معاكم شي ودرا شو ما راوش معاناه الممثل من بعد سان ماما ان شاء الله يخلصوا العباد الكل معاناه راه ساعات معاناه الممثل ومعاناه راه ساعات حتى معاناه المنتج معناتها منتجين مبقتين في مليار دويت مع بنوك وفي القضايا على مسلسلات تفرجنا فيهم قبل ولتوا ما خلصوا صحيح. المشكله فاطمه المشكله يمكن مشكله قوانين راهو ما فما حتى خدمه تنجم تخدمها وتبدع فيها وتكون فيها ناس وتعمل تجارب وتعمل شركات وتعمل اسامي من غير ما عندك مينيموم معناتها سانديكال قانوني ان كادر جوريديك الناس تنجم تخدم فيه صحيح. هذاك اللي يخلي بعد الباب محلول لكل القلبات والتشقليبات والمشاكل معناتها تنجم تجي من بعد اوكي مونيتا لكن القضيه 64 عملت معناها اثرت برشا يعني بلبله وحكيت عليها الناس برشا ونجحت معناها بالقدا الناس ما زالت تتبع في المسلسل وتتسائل كل يوم قاعده تتسائل علاش المشهد هذاك علاش الطريقه هذه في الكلام علاش كذا علاش كذا علاش يحكيوا حتى بصوت واطي علاش كذا علاش كذا دونك العباد اي صحيح دونك يعني دليل انه المسلسل نجح بالقدا انتم كايكيب معناها القضيه 64 كيفاش استقبلتوا النجاح هذا والفرحه هو والله احنا رانا ما كناش معناتها هنا وين فهمنا اللي هو نجاح وفقنا من فقنا معناها اللي احنا نجحنا صدقنا ديزون اما المشروع من الاول كان هبله معناتها كان هبله ما تنجمش انا واحده الناس ما كنتش متوقعتها وما كنتش متوقعتها باش تصير وما كنتش متوقع وما كنتش فيه معناتها ما كنتش حتى اصلا عندي دور معناها ما نحكي مع مجدي ونجيب والاولاد اتيتخ اميكال معناتها بصحبه كي حكى لي قال لي راهو مسلسل هكا ونحب نجرب هكا وما فماش بلاد فما كيك فما حكايه صايره عند عباد في العالم حاجه مودرن معناتها فيها تستجيب للايماج سينيماتوغرافيك كيما نشوفوا في لي سيري امريكان توا سورتو كو لي مويان تكنيك اللي موجودين معناتها اذا كان عندك كاميرا باهي تنجم تولي ان بون تكنيسيان وي دونك قلت له ليه معناتها حاجه نتاع هبال وما عندكش وقت معناتها لا من الوقت لا من البيدجي لا ما عندوش منتج ما عندوش قلت له شكون فما شكون واحد مهبول باش يمشي معاك معناتها في الهبال نتاعك قال لي تسعه قالوا لي سي بون
إذا ساس كي مانيفيك وسي محلاه نولي معناتها محلاه كي تولي فما تو مجدي سميري مثلا والتاسعة فما حكاية فما عشرة فما برودكسيون فما من هابينيس من بوليس فما هذاك يعطي هذاك يظهر على البرودوي محلاها كي تبدا فما ديزيكيب محلاها كي تلقى عندك قناة خلينا نقولوا احنا ولا أي ملجأ معنا إعلامي نقول أنا ولا. تمشي ويقول لك أوكي فازي هات ونقعد تاخذ ونقل الريسك معاك هو على خاطر هذا شنو احنا مالوغوزمون سيغتو العوام الأخرانية فما مشكلة كبيرة نتاع مستشارين ومشكلة كبيرة نتاع فلوس دونك هو بده ياخذ معاك معاك الريسك دونك ما كنتش متوقعه بالكل خاطر كنت خايفه الحقيقه كنت خايفه وكانت عندي تجربه الرئيس قبل في التاسعه كنت تفكر كي تعدى الرئيس معناتها كي نخدموا فيه وي محلاه معناتها نحس في حاجه محترمه جدا معناتها فوق المحترمه بشويه اما نقول لهم راهو يظهر لي بعاد على الشارع رانا بعاد على نبض الشارع رانا بعاد على فما حاجه مش باش تخلط راهو مش نتاع رمضان خلي وافكتيفمون اللي حسيته هذاك اللي صار معناتها بعد العباد باش فهمت الرئيس وتفرجت فيها السيغي هذا كيف كيف خفت قلت يا ولادي نمشيوش نعملوا عامله الرئيس ونمشيو نعملوه باهي ياسر ولا يقولوا لي يا محلاها يقولوا ماش تقولوا لي محلاها وباهي ياسر تخوفني انا راني باهي برشا ومحلاها برشا دونك الحمد لله كيف الحمد لله زاد التونسي متعطش معناتها فما سناف شفنا معناتها انواع واشكال معناتها ما تنجمش تقول ما فماش ممثلين شبان صغار اول مره كيفاش كنت تعمل معهم معناها اللي تتعامل محلاهم 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 فريمون محلاهم فريمون يعطيهم اول مره صحيت فريمون محلاهم انا نفرح كي نلقى وجوه جديده خاطر نحب نقول فتحي الهداوي ديما ولا واحد من الاصحاب ولا نجيب ولا ينضخلوا نهار الاول التصوير ديما هذوما هما هما نفس الوجوه نعم حنا دونك نفرح برشا كي نلقى عباد جدد ويعرفوا مثله سورتو يبداو سورتو هو راهو يعرف ولا ما يعرفوش هذيك ما نجمش نحكم عليهم توا معناتها عندهم الحق توا باش يمثلوا كيكا وبرا ولا باش يغلطوا اما فما عقليه فما ايتا ديسبري فما بخي ديسبوزيسيون فما طفل عمره 18 سنه جايه تحب تتعلم صنعه فما طفل عمره 18 سنه جايه نفس المخ راهو القرين في نفس المكتب عندهم نفس المعلمه اما واحده جايه باش تعمل تصاور وتهات بوستي على انستغرام صحيتك والله هي الحاجه الجايه في الجيل الجديد صحيح احنا نشوفوا السوبر وومن شكون اليوم اليوم تكتشفه ايوه بدخل اقعد في بلاستيك اليوم في سوبر وومن باش نحكيو على هيك المراه اللي في كل مشكله تجي نحطوها قدامنا نفرغوا لها قلوبنا عاملينها كلبسي من غير فلوس ومن غير كونتر بارتي بون ساعات نخلصوا عليها قهوه اما تتعدلها مره واحنا نبكي ونشكي ونمخطوا ونحكيوا على اللي صار وهي المغبونه ساكتة تسمع ساعة ساعة تجبد من ساكها تسربينا في مشوار المرأة هذه عظيمة حتى كي نكلموها في عقاب الليل تهز ديما واصحابها يستنيوا منها الكثير يحكيوا لها ويستنيوا منها التحليل والله مسكينة قديش عديت لنا تحكي لها من غير ما تعملها تلخيص ولا ركاب وهي لازمها تكون مركزة دون توت لازتاب تسمعك وتحط روحها في بلاستيك وتنصحك وتحذرك من اللي يضرك وانتي تنفخ كلامها وتعمل اللي في مخك وبعد ترجع تشكي لها وهي ما عندهاش الحق تقول لك ماني قتلك هالمراه هذيا عندنا منها عندها برشا اصحاب وكل واحد فيهم يسخيل روحه هو القريب ولا تحكيش حكايه هذا لهذا ولا هذا لهذاك مصلي عني بي على مخها قديش محبي بالحكايات عندها لهنا تروارات قديش من كويزين انكيت وهي تحكي بون ما تحكي ساعات اما درجين وبايها في الحكايات ترجع تسمع حكايات البنات المراه سوبر ومن هذيه تنجم تكون امك خالتك صاحبتك عشيرتك تلين لها حقها في الكلام برشا مرات خلينا نكرموها شويه وانت جيوها في الفيديو هذية خاطر انها بالنسبه لينا سوبر ومن صاحبه رجوليه عباد صحه هذولي توا وقيت نمشي بوحده لشاف نخدموا معهم هاي مرحبا بكم سيدي صح للي تبعونا الكل على خاطر خذيتوا برشا وصفات بنينه الخبز ما نسيناكمش فيه مع شيف فتحيه الديسير كيف هي تعطيكم تفاصيل اكثر ونخدموا مع بعضنا في كوجينتنا نشوفوا الاطباق اللي حضرناها لكم بكل ود ومحبه
انا اليوم كما شفتوا البارح قلت لكم بليت الغريبه نفختها، يعني نقولوا نفخوا الغريبه خاطر نبيتوها في التبسيس نتاعها، حطيت لها الحمص السكر الخابيه سكر محوره، ما تحطوش سكر عادي، لازم سكر محور، لازمها زيت ما لازمش زيت فيه مطعم، هذاك علاش انا اخترت صافي تورنوسول والا صافي كل زازة يجي اي نوع نتاع زيت ناطخ ما فيهش حتى مطعم، وحتى كي يتخبى شويه ما يخرجش مطعم زايد، هذاك علاش نخدم بالزيت، والزيت لازم يكون شطاره هو والزبده، ما تخدموهش زبده صافيه على خاطر اولا الزبده راهي ما تهششش، زبده للمطعم ماهيش للتبسيس، وتجوست باش تاخذ اللقوم تاع الزبده والزيت ناطخ يتحط فيها، حطيت لها شويه بركه خميره سمارت شيف بيتها ترتاح، اليوم جوست عركتها شويه بيديا وحطيتها، ما تنساوش الفارينة سبيسيال جاتو وردة، أنا عملتها بسبيسيال جاتو باش تجي وسطها مهوي، وذاك اللي صار وقت تحطها تنفج شوية ما تترشقش بالكل، تغزر لها دايوغ كي تغزر لها هكا تقولي كايني نية، لكن وقت تقلبها هكا تلقى قاعها معناها أحمر مستحمر شوية، معناها طايبة وما ترشقتش وما صار لها حتى شيء. بعد لا تخرجوها من الكوشة خليوها تبرد بالقدا بالقدا قبل ما تخبيوها، ما كانش تنجم تسخن وتعرق تهلك، هذاك علاش نقول لكم بيتوها غطيوها في طبقها، بيتوها تبرد من غدوه فرغوها. هذه كانت الغريبه. الخبز هذا اليوم اخترته خبز بالسيريال ونحيت شويه شوفان الايوب باش عملت به الخبز نتاعي، خلطته جست تخليط بالمغرفه قلت لكم في شقاله، وليت نعجنه بالماء بالما خاطر هو اللي عاون الخميره على الطلوع، تعرفوا اللي ما السباله فيه برشا كلور يقتل البكتيري نتاع الخميره ما يخليهاش تطلع بالقدا، رغم اللي كي يجي الصيف نقولوا يا شيخه توا الخبز باش يولي يطلع مليح خاطر الدنيا سخن تلقاوه يطيح اكثر، خاطر يحطوا لنا اكثر كلور في الصيف مشتى في مسابله، الوغ اعجنوه بلو مينيرال ننصحكم، وحطوا له جوست شويه خميره انستانتاني سمارت شيف، شويه ملح شويه سكر مغرفه صغيره سكر جوست باش ياخذ لون فيسع، خمر المره الاولى جوست حطيت له دهنه خفيفه زيت، انا استعملت فيه زيت المايس، جوست دهنه خفيفه من فوق، ومن بعد كي خمر جبدته قسمته كعابر كعابر، غطسته في الشوفان اللي نحيته الايوب وحطيته في الطبق، طيبته في كوشه سخونه ماكسيموم كما قلت لكم ديما ديما ماكسيموم، وحطيت فيها صحفه بالماء باش ما يعمل كروت من برا ويقعد موالو من داخل، يزم شويه فابور، فابور هذيك ما تجي الا صحفه الماء اللي في وسط الكوشه، يقعد تقريبا 20 مينوت يتيب، تخرجوه تخليوه يبرد وتشقوا فاتكم بشفاء، ان شاء الله تكون عجبتكم تبرت اليوم، اذا كان عندكم اقتراحات اخرين ابعثوهم لنا واحنا الكل نعملوا بهم ونسمعوهم، ابعثوا لنا سوختو على باج الماتينال. يعطيك الصحه شيف فتحيه، هذا الخبز البنين كما جرت العاده في كوجينتنا في الماتينال. انا ساده المشاهدين حضرت لكم الشوربه اللي ما تغيبش على طاوله كل تونسي، الشوربه اليوم عملتها بالفلوكون دافوان للناس اللي تحب الشوفان وتحب تعمل تاخذ ازيد طاقه لبدنها خاطرهم يخدموا اكثر يعملوا سبور ولا حاجه، دونك هذه تعوض لكم الطاقه اللي تخسروها جراء هل المجهود العضلي. بعد الشربه حضرت طبق زمني شويه اللي هو الترشي، ترشي بنين برشا نعملوه في تونس، انا حضرته اليوم بالوقت فريشك ماهوش شكل مرقد برشا، حضرت اللفت نتاعي ولا السفناريا قصيتهم بالماكينه نتاعي ماجي ميكس، وبعد عملت لهم الصوص اللي رنختهم فيها اللي هي الماريناد، حضرت شويه خل شويه قارص شويه زيت زيتونه من عند الزيان، عملت معاهم شيشه ثوم في فورنيتو وحطيت لهم ما ننسوش الهروس اللي هو اهم حاجه في الترشي، الهروس خليته ترنخ بالكدا بالكدا مع الفحات الكل اللي حطيناها، زدت عليه شويه كلافس مقصوص وخلطته مع السفناريا والفجل، بعد ما ترنخوا السفناريا واللفت بعد ما ترنخوا حطيناهم هكا، تقديم سهل برشا، معاهم حضرت طاجين مميز، طاجين اليوم كما قلت لكم في عوض نعمل البات اللي هي بات بريزي ولا فيتي نعملوها ديجا فورنيتو رتحتنا من الحكايه هذه الكل وفرت لنا لي بات الكل، انا حضرت اليوم تارت بالبطاطا، شفتوا كيفاش حضرناها مع الدجاج البنين والعظم المزيان من عند مليحه، الفروماج انا استعملت ايمونتال من عند مرياح
باش نجحت الطاجين بتاعي. بالنسبة للطبق الموالي هو الطبق الرئيسي النهار اليوم، اخترت نعمل طاجين مرقاز باللحم مفروم، عملنا صباعات المرقاز هذوكم تاعنا الفوحين بالنعناع وشوية ملح وفلفل اكحل، اللي يحب يحط فيهم شوية هروس دياري من عند عبيدة. من بعد ما عملنا كعبات المرقاز بتاعنا مرقزناهم، قليناهم في زيت زيتونة من عند الزيان، معاهم كعبات بصل صغرونات هذوما الكل، زدتهم شوية هروس دياري من عند عبيدة، شوية طماطم معجونة، وزدت نكهتهم في الاخر بالثوم بعد ما حطيت لهم الفاريون طاب معاهم. هذايا طاجين المرقاز مع بقيه الاطباق اللي حبيت نقدمها لكم ومدكم بها اليوم. تلقاونا على صفحه الماتينال الفرنسيه على الفيسبوك، والا زادت نجمو تلقاونا في الاكاديمي دي شيف. الاكاديمي دي شيف اللي هي المدرسه للتكوين، مدرسه خاصه للتكوين في قطاع المطبخ والحلويات. تنجموا تجيبوا وليداتكم يقراوا عندنا وتضمنوا على مستقبلهم يتحفظوا صنعه بالبدا بالبدا. الاكاديميه موجوده في 14 نهج الامام الرصاع مون بليزير تونس، والا على صفحه الفيسبوك الاكاديمي دي شيف الفرنسيه. الرقم الهاتف نتاعنا 23 06 14 14، هذايا باش تتواصلوا معنا من خلاله. نعاود نذكركم اللي احنا عندنا الويكاند جاي ان شاء الله ويكاند سكري 100% تونسي، باش يكون 100% تونسي، فيه الاورطه، فيه الطريون، فيه البوزه، فيه المدموجه، فيه خبز الفاكهه. اللي حب يتعلم هذوما الكل يحجز بلاصته من توا ويجي للاكاديمي دي شيف. من عندي نقول لكم الى اللقاء، مرحبا بكم في الحلقه الجايه باش نقدم لكم اطباق بنينه برشا. ميرسي بوكو لي شيف، يعطيكم الصحه. سوسن ويكاند جاي باش تلعب بحذاف الاكاديمي، نمشيو مع بعضنا نمشيو مع بعضنا هما باش يتعلموا واحنا باش ناكلوا. والله ما زوكم شكون يذوق. الوغ ريميرسيمون لمنات، تفضل. انا نقدم تحيه كبيره برشا لسباس ملكه اللي كل مره تلبسني حاجه مزيانه. اسباس ملكه موجوده في الدندان وين ستاسيون المترو، تنجموا تمشيوا لها خاطر عندها دو يعني بوتيك موجودين غادي، عندها ياسر حاجات مزيانه برا ولا. وانا كالعاده كالعاده احنا نقول ميرسي 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 الويت. الويت تلقى عندها الحوايج نتاع الكبار والصغار، حوايج السواري، حوايج كل يوم، حوايج سبور، حتى حوايج النوم تلقاو عند الويت. ما عليكم كان تمشوا للنصر اثنين، سينو تدخلوا الباج فيسبوك الويت والا الانستغرام الويت تونيس، تلقاو نمرو تليفون وتلقاو الادريس. الو سوسو، نحب نسالك على في الختام بيان سور نعمل بروموسيون صغيره على الكور ميتراج اللي خدمت فيه. هو شريط قصير لسليم قريبع. اي الثاني ولا ثالث كور ميتراج خدمو صورناه عام ناول، معناتها فون بروبر خدمو وحده، معناتها اونكور اون اكسبيريونس نتاع مخرج ومنتج شاب ياخذ مسؤوليته وحده، معناتها من غير ما يستنى لا دعم لا دونك سيتي اون اكسبيريونس مانيفيك. و جاي لو بليزير دافوار ان بارتنير مجد مستوره. صورنا في الحمراء دايوغ مشكوره سيرين قانون اللي موجوده في الفيلم وبارتنير معنا في الفيلم بالحمراء. بيان سور اوماج مش نحكيو على الحمراء، نحكيو على عز الدين قانون. الله يرحمه. الله يرحمه وينعمه. الفيلم اسمه 24 دقيقه 24 حقيقه حقيقه، وتحكي حكايه وليد نجم نقولوا هكا شويه عنده شويه مشاكل عصبيه عقليه، يمشي ويجي على بسيكياتر وبعد العلاقه باش تتطور وما نكملش نحكي لكم. وقت ايش العروض نتاعو مثلا الكور ميتراج هذا؟ والله عملنا عرض في عرض في رمضان البريمير، معناتها العرض الاول، وان شاء الله باش يكونوا فما عروض اخرى بروشينمون. ان شاء الله. باهي، شكون تحب تقدم تحيه كيما البنات؟ والله نحب نسلم على ساعه يتفرجوا في فينا الكل. وي ونحب نقول رمضان مبروك للتوانسه الكل، ان شاء الله تعاودوا بالصحه وبالعافيه. والله يرحم الناس اللي مشاو علينا الكل، اللي فقد عزيز ولا عزيزه، ربي يصبركم والله يرحمهم. وذيك ثنيت الناس الكل، ان شاء الله تعاودوا بالصحه. مبروك للزملاء الكل، ممثلين وممثلات التقنيين، يعطيكم الصحه، برافو فريمون. ان شاء الله نكون ما نسيت حتى عمل وحتى اسم السنة، وان شاء الله اللي جاي خير. امين. يعيشك يا سوسن معالج، الممثله التونسيه اللي شرفتنا اليوم. نحب نشكر تويكا لسونتر دي سيتيك باك ستيج في العوينه، ادخل باج فيسبوك باك ستيج تلقاو لي فورفي الموجودين الكل. كيف نشكر البوتيك اللي تلبس فيها اللي هي سي اندم في سكرا، الفيسبوك نتاعها سي اندم سكرا. ميرسي بوكو ليكيب تكنيك، ايكيب الاعداد زميلتنا سنه الماجر، ميرسي بوكو البنات، ميرسي بوكو للشيف جمهورنا العزيز داخل وخارج تونس، ميرسي بوكو اللي شرفنا سوسن معالج. ميرسي مرحبا بك في كل وقت يا سمحه. يعيشك. الوغ انا نقول لكم شيء طيبه وملتقانا غدو ان شاء الله.